طيب لو مثلا فترة من الفترات بيبقى عندك بتواجه انت بعض اللاعبين اللي ما بيكونش عندهم وعي او ما بيكونش عندهم ثقافة معينة، ثقافة الاستمرار في كرة القدم، تمام. ده جزء بتتعامل معاه ازاي؟ وفي نفس الوقت هل ده بيبقى عائق؟ ممكن يبقى فيه حارس مرمى موهوب لكن ما عندوش الثقافة دي، فبالتالي ممكن ما يستمرش. ما بص، فكرة ان حارس مرمى يكون موهوب وما يستمرش دي واردة جدا في كل مكان، وفي 200,000 مثال عليها، تمام. بس هي الفكرة ان في طموح معين انت بتخلقه في الناشئ، بناء عليه هو بيبتدي يتحرك وياخد خطوات ويحدد لنفسه الخطوات اللي هو عايز ياخدها في الكارير بتاعه، تمام. منافسة في كرة القدم وفي مركز حراسة المرمى بالذات منافسة قاسية جدا، لان في النهاية هو كام واحد اللي بيلعب؟ هو واحد، وهو واحد احتياطي، والواحد ده بيمثل نادي كامل، والواحد ده مركزه ما بيتغيرش في الملعب. يعني ممكن مثلا مساك تلعبه باك، مساك تلعبه ديفندر، انما حارس المرمى بيفضل حارس مرمى، طالما بيلعب واخد ثقه جهاز فني واخد ثقه مجلس اداره هيفضل يلعب. ده بالنسبه للفرق الاولى. بس بالنسبه للناشئين انا من وجهه نظري انا الموضوع لازم يختلف. ليه؟ لان انت لازم تجيب قماشه عريضه جدا من عدد افراد او عدد حراس او عدد لاعبين، وبعد كده تبتدي تفلتر مع العمر. مش ان انت بتعتمد على شخص واحد اللي هيشيل كيان لنادي واحد مع لمده معينه، لا ده غلط. انا من وجهه نظري ده غلط، اللي هو ان انت هو واحد بس اللي يلعب في مرحله الناشئين، تمام. طب ما هو ده اللي حاصل، ما ده غلط سواء في الناشئين او في الفريق الاول. يعني انت عندك محمد الشناوي، تمام، الحارس الاول لمصر من بعد عصام الحضري، كان الحارس الاوحد لمصر، تمام. انا من وجهه نظري انا، تمام، في فين في الدنيا دلوقتي، تمام، دول ما فيهاش مشروع لاثنين وثلاثه حراس؟ يعني مثلا المانيا، تمام، نوير اتصاب، ترستيجن بيلعب عادي، اللي مش هتحس بالفرق، تمام. خرجت من دور المجموعات في كاس العالم ونوير اللي بيلعب، تمام، ده خلاص عادي. برازيل ادرسون، تمام، اليسون، انت كل معسكر ما تعرفش مين اللي هيلعب. الدنيا كلها بتتجه لان يبقى ايوه بس احنا عندنا الشناوي بيلعب، ايوه، ده كان مصاب ولعب بطولة امم افريقيا. ما هو ده النقطه اللي هي تعتبر مش مظبوطه، ان هو الشناوي باي فار احسن حارس مرمى في مصر، تمام. بس احنا عشان ما بنحطش حد مكانه، لو رجعت البطوله اللي قبل دي لما جبل نزل مكانه ادى نفس الاداء، وصلنا للنهائي وصد ضربات جزاء وصد كل حاجه اتلعبت عليه، والدنيا العالم كله اتكلم على ابو جبل واتكلم على مستوى ابو جبل واتكلم على اللي جبل عمله في البطوله دي، تمام. ف يعني في الوقت ده هل شناوي لو كان بيلعب كان هيلعب نفس ان كان هيعمل نفس اللي عمله ابو جبل؟ ده السؤال.